بطولة الترجي في رادس 2021 تقريبا، انت كنت مصاب وقعدت كنت تتمرن قبلها بالاربع ساعات عشان ترجع فورمتك، واظن انت عملت الجول لشريف يوميها. قبل لا ده كان ماتش الترجي، لعبنا الترجي في الترجي وبعد كده في مصر وبعد كده لعبنا كايزر تشيف في النهائي. بس لعبنا الترجي في سيمي فاينال. انا كنت مصاب اصابه صعبه جدا في ماتش وكان مستحيل السوبر تلعب. كنت ممكن اخد اقعد 8 اسابيع. هنا كان معانا موسيماني. تمام. كنت ممكن اقعد 8 اسابيع. حلو. بس انا رحت للدكتور محمد وفائي، حضرتك عارفه طبعا، يعني واحد من حبيبي، من الناس الشطار طبعا جدا، أوي. وواحد من الناس اللي تعبت معايا كمان. نعم. هو الكابتن محمود حمدي. ايوه الاثنين فانا احسن من بعض. رحت للدكتور وفائي العياده، قلت له انا عندي قبل نهائي، انا لازم العب. وكل التوقعات كانت بتقول ان انت بره. انا بره الماتش، الماتشين قبل النهائي، الماتشين. انا قعدت بالظبط حوالي 15 يوم. وانت المفروض تاخد وقت قد ايه؟ لا انا قعدت في الاصابه كلها 18 يوم. 18 انا المفروض يوم اخد 8 اسابيع. يا نهار ابيض. انا عملت تقريبا، يا كابتن يعني احسب، 56 يوم. عملت 45 جلسه في اليوم 3 مرات. ياه. انا كنت في العياده مرتين في اليوم ومره في النادي. وفي البيت كنت بحط رجلي في التلج ساعه ساعتين. نعم. لحد ما رجعت لعبت ماتش الترجي في الترجي في تونس، وانا اصلا رابط الانكل ووارم. كانت الانكل. الانكل كوارم، بس لعبت ربع لعبت ساعه. اساسي. لا لعبت اخر نزلت ربع ربع ساعه. ساعه، كسبنا 1-0 انت ساعتها. عملت الجون تقريبا لا لشريف منين؟ انا وشريف وديانج اللي لعب لشريف، وشريف جاب جول. ايوه. 1-0. جينا هنا في مصر لعبت اساسي، عملت 2 اسيست، واحد لشريف واحد لحسين، وخدت مان اوف ذا ماتش. مان اوف ذا ماتش وبعد ساعتها. كده لعبنا كايزر تشيف، كسبنا 3 النهائي، وكان ماتش واحد. النهائي كان ماتش كان واحد. في وخدت برضو قطر الحمد تقريبا لله مان اوف، برضه مان اوف ذا ماتش. انا خدت في الاثنين ورا بعض، التاسعه والعاشر.